حب لآل البيت أم تبرك بصاحب الضريح؟ تجارة الخرافات ولا تقرب من الأولياء؟ هل أصبحت مقامات وأضرحة الأولياء مصدر للثراء؟ عدد من الصناديق بتتحط في زوايا المساجد الكبرى، مريدين وخدام للضريح والزوار، مجاذيب وناس تانية طلبة المدد، منظومة تجارية وأسواق بتتعمل جوه الموالد، ولا حب للأولياء؟ ولكل مرض والي معين. عشان تخف من المرض ده تروح تزور مقامه، وإيه هي الوهبة عشان دعائك يستجاب؟ تجارة الأضرحة والخرافات، لو عاوز تعرف الحكاية بدأت إزاي يبقى لازم تتابع الفيديو للآخر. بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. الموضوع بدأ من عند المصريين القدماء والكهنة، واللي كانوا بيعملوا ثروات من وراء تقديس الآلهة وتقديم القرابين، وهنا قدر الكهنة يجمعوا ثروات كبيرة من استغلال القصة دي. زي ما قالت بعض الدراسات الاجتماعية، قالت ان فكرة تعلق المصريين بالأضرحة والموالد ما كانتش بس في الدولة الفاطمية، وما فيش شك اننا كمسلمين بنحمل الاحترام لآل البيت رضوان الله عليهم ونقدره، فهم من عطرة النبي صلى الله عليه وسلم. حب آل البيت واجب بالفعل، لكن البعض استغل النقطة دي لغرض دنيوي مادي بحت، وهي تجارة الخرافات والتبرك بالأضرحة وإقامة الموالد. وده لم يقتصر على المسلمين، لا، ده في موالد واحتفالات في المسيحية واليهودية، وكمان من خلال أديرة ومقابر معينة ومساجد بتحتوي على مقامات للبعض، واللي عدد كبير بيؤمن فعلا بكرامات الأولياء دول أو القديسين والحاخامات، زي مثلا مولد يعقوب أبو حصيرة الحاخام اليهودي اللي كان من أصل مغربي وهاجر لمصر، واللي كانت الطائفة اليهودية المصرية بتحتفل بمولده من سنة 1945، لدرجة ان بعد موته كانوا بينظموا رحلات حج لمقبرته في مواعيد معينة من السنة، وهي من 26 ديسمبر لحد 2 يناير في معبد يهودي بقرية ديمتوب البحيرة، واللي كان بيجيله اليهود من كل بلاد العالم للزيارة والتبرك بيه. سنة 2001 اتحولت المقبرة بتاعت ابو حصيرة لضريح بقرار من وزير الثقافة، وتم تسجيل الضريح ضمن الاثار اليهودية كموقع دين، وابتدت شراء الأراضي اللي حوالين الضريح بطرق ملتوية ومشبوهة عشان يبنوا سور حواليه، وتبتدي بقى رحلة جمع التبرعات من أثرياء اليهود على حس يعقوب أبو حصيرة، واللي بيعتبروا اليهود بركة وصاحب كرامات، عشان كده اتعملت مقبرته ضريح. لما مصر وقعت معاهدة السلام في كامب ديفيد بينها وبين إسرائيل سنة 1979، طلب اليهود أن يتم السماح ليهم بعمل رحلات رسمية لزيارة مولد أبو حصيرة، وبالفعل تمت الموافقة ليهم فعلا، لكنها كانت تحت نظر الجهات الأمنية، عشان كل سنة تلاقي عدد مهول من اليهود موجودين في قرية ديمتو بالبحر. كان مولد أبو حصيرة بيعتبر تجارة رابحة للبعض، واللي بيتكسبوا من سبوبة وتجارة الموالد، سواء بقى تخص المسلمين أو الأقباط أو حتى اليهود، لأن المولد كان بيتم فيه الذبح كنذر، وتبرعات بتتاخد باسم الصرف على المقام أو المكان اللي بيضم الضريح ده. استمر الوضع ده لحد سنة 2014، لما القضاء قال كلمته في قضية تم رفعها بإلغاء مولد أبو حصيرة نهائي وعدم اعتباره أثر تاريخي، ولغوه فعلا من سجل الأثار، وشطبوه من اللجنة الدولية ولجنة التراث باليونسكو، عشان يكون القرار ده موجة من الفرح للمصريين. وبعيدا عن اليهود بقى، هنروح للطائفة الصوفية، واللي بعدت عن معناها الحقيقي وهو سمو الروح وحب الله والزهد في الدنيا. ظهر منهم فريق استغل ده، وتحولت الصوفية لحلقات تمايل ورقص ومراجيح وزحام وأفعال لا تمت للدين بصلة، وانتشرت الخرافات والبدع والترويج للشعوذة، زي انه اي حد عنده مشكلة او ازمة يدخل المقام يتوسل باسم صاحب الضريح ويطلب منه البركة والشفاء وفك الكرب. وهنا تحولت القصة من مجرد حب للأولياء للدخول في شرك بالله والعياذ بالله. بقى في لكل مرض ولي معين، عشان تخف من المرض ده تروح تزور مقامه، وطبعا قبل ما تطلع هتدفع الوهبة، يعني تحط مبلغ في الصندوق. عندك مثلا ضريح اسمه راكب الحجر في شمال القاهرة، جنبه بير كده مخصص لعلاج العقم وبس،
بتروح للست اللي عندها مشكلة في الإنجاب وتلف حوالين البير 7 مرات علشان تقول له البركة والشفاء. ده ممكن كمان إن الضريح من دون ما يكونش أصلاً في أي جثة، لكنهم عملوه كسبوبة بتدخل لهم مبالغ مهولة. ده حتى كان في دراسة مصرية اتعملت عن تعلق بعض المصريين بالأضرحة والمقامات ولهفتهم على الموالد. وقالوا في الدراسة دي إنه بيتم إنفاق حوالي 10 مليار على الدجالين وبتوع الموالد والشوادر اللي بتتعمل، وكمان على مدعي العلاج الروحاني والبركة. الموالد زي ما قلنا لم تقتصر على المسلمين ولا حتى ضريحة أبو حصيرة، لكن كمان في عند المسيحيين، ودي غالبا بتكون في القرى بصعيد مصر زي مقام القديس عبد المسيح المقاري ومولد ماري جرجس والسيدة العذراء، واللي بيلهث الآلاف لحضور الموالد دي طلبا للبركة ورؤية المعجزات، لأن حسب اعتقادهم في وجود كرامات للقديسين. الاحتفال بالموالد مش مقتصر فقط على فريق معين، فغالبا الصوفيين من سنوات طويلة وهم متمسكين بإقامة الموالد دي من عهد الدولة الفاطمية ولحد اللحظة دي، بيعملوا مسيرات تجمع أبناء وأتباع الطرق الصوفية المختلفة حاملين الرايات والأعلام وسط أناشيد وهتافات، وكل شيخ بقى وله طريقة وله أتباعه، واللي بيشوفوا المقام أو الضريح وصاحبه وسط بينهم وبين ربنا. البعض بيكون فاهم وواعي إنه ما ينفعش التبرك بأصحاب القبور، ولما بيزور المكان بيكون حبا فآل البيت، لكن مع الأسف الغالبية من البسطاء والعوام مش بيكونوا فاهمين ده، ومن هنا دخلت البدع في الموالد وبقوا بيقدسوا القبور وبيقوموا بالذبح عندها والاستغاثة وطلب المدد، وظهرت الانحرافات السلوكية والشركية. وده اللي بيحصل حاليا من القائمين على بيزنس وتجارة الموالد وحلقات الذكر لبعض الطرق الصوفية اللي انحرفت عن مسارها الصحيح، وتحول المولد لسوق تجاري كبير بيتعرض فيه البضايع وكل اللوازم لخدمة زوار صاحب المقام، وارتبط إقامة المولد بالاستفادة التجارية اللي بتحصل وقتها. وطبعا الموالد بتختلف في المدن عن الكرة، وكمان بيختلف المسجد وصاحب المقام، فتلاقي موالد كبيرة وضخمة ومهولة زي مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب، ودول بقى بيجي لهم الزوار من مصر وخارج مصر، كمان السيد البدوي بطنطا. الموضوع أكبر من كونه ظاهرة دينية، لابد من تدخل رجال الدين بالتوعية، لكنها أصبحت كمان ظاهرة اجتماعية بيتورط فيها الآلاف من المغيبين ما بين فك سحر والبحث عن الإنجاب أو تأخر الزواج أو دفع النذور ونيل البركة. أصبح البعض بيخلط ما بين الزيارة الشرعية كحب آل البيت وبين الزيارة البدعية واللي كلها أمور لا تصح في الدين، وأصبحت الأضرحة البوابة السحرية لثراء القائمين عليها من خلال استغلال جهل المريدين وتعلقهم بحب الأولياء، وكمان الترويج لكرامات الموتى وقدرتهم على حل المشاكل. المقلق والغريب ان الامر في التبرك بالأضرحة ما بقاش مقتصر على غير المتعلمين او البسطاء، لكن نسبة كبيرة جدا من المتعلمين وقعوا في الفخ، عشان كده ظهرت مطالبات بوقف لصوص الأضرحة وبزنس الاولياء وسبوبة النذور، واللي ما بقاش اي مكان ليهم يخلو من صندوق خشب او معدن مخصص لوضع المال فيه من الزوار، وخاصة في المساجد الكبرى. وفي النهاية ملايين الجنيهات بتطلع من صندوق النذور. حسب تقرير الجهاز المركزي للحسابات سنة 2007 انه تم جمع مبلغ 5 مليون من صناديق النذور بالمساجد الكبرى اللي فيها أضرحة، ودي حاجة غير بيزنس الموالد، لكن في النهاية النتيجة واحدة، زيادة نشر الجهل وتصرفات تكاد تكون قريبة من الشرك بالله والاعتقاد في ان اصحاب الأضرحة بايديهم الحل للمشاكل. حتى السينما سلطت الضوء على الموضوع ده في الماضي بفيلم قنديل أم هشام، واللي عمله شكري سرحان وسميرة أحمد، وكمان فيلم صاحب المقام اللي عملته يسرى وآسر ياسين، وكان مركز على صندوق النذور والمشاكل اللي بيكتبها المريدين ويطلبوا من صاحب المقام النجدة والمساعدة، وهوس المجاذيب واستغلال حرمات الموتى. وده مش في مصر بس، لا ده منتشر في عدد كبير من الدول العربية. سنة 2020 أيادت المحكمة الإدارية العليا منع الاحتفال بمولد أبو حصيرة، وشط باسم الضريح المدفون في الحاخام من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، ورفضت المحكمة طلب نقل الرفات لإسرائيل. أتمنى بقى من وزارة الأوقاف تعيين طالب علم مختص عند كل مقام ينهي الناس عن المحرم والبدع، ويأمرهم بالزيارة الشرعية التي لا تخرج عن الكتاب والسنة بفهم فقهاء المذاهب الأربعة. بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، أستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولولي عاوزين مواضيع ايه نعرضها في القناة، وتشوفوا المواضيع اللي فاتت واللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. سلام.